ست أم محمد، هي ست أم محمد هو سؤالك فيه كتير من النقاط، يعني أنت بتعاني من، مش عايزة أحصرها بس في الواردات اللي بتأتي وبتهاجم نفسك أو عقلك أو فكرك حول الذات الإلهية. لو عارفة هي دايرة على الموضوع ده بس كنت أقولك، هقول لحضرتك تعملي إيه، واللي بيواجه مثل هذا ممكن يكون في أنواع من الحلول كيف تكون. لكن حضرتك اللي أنا شايفاه من خلال السؤال بتاع حضرتك ان حضرتك بتعاني وسوسة، انه مش بس ان انا بتهاجمني خواطر وساوس شيطانية، لا ده انا كمان قاعدة مترقبة انه هيجي لي مرض وحش، ولا ده انا هيجي لي كذا، وقاعدة في مصيدة الوسوسة دي. يبقى انا الموضوع عدى حد الوسوسة المقبولة الى وسوسة مرضية بتحتاج لمتابعة نفسية مع متخصص ماهر مع الالتزام بتعليماته. يعني انا النهارده رحت لطبيب، انت عماله تقولي، قلتي كلمه في النص هي ادتني اشاره الى ان حضرتك مش بترسي عند طبيب، يعني مش تروحي لطبيب وتكملي، لا انا ما هدتش ونفس الوساوس دي معايا، فابتدي اروح لواحد تاني بعدين اروح لواحد تالت. ما كلنا يحتاج الى تعميق اليقين في القلوب ده بلا شك، والا كلنا هنبقى مرضى، ده طبيعي. لكن أنا عندي حالة من الاضطراب النفسي مؤدي إلى وسوسة شديدة جدا. الوسوسة دي لو لم تعالج بعلاج دقيق ومرتب وبياخد وقت هتزيد وهتبقى خطر عليكي، فأنا مش عايزة حضرتك تخشي في هذا الوضع. اللي أنا شعرته من حضرتك إن حضرتك ما بتكمليش العلاج، وبيقول لك أنت مش محتاجة علاج، لا حضرتك محتاجة تكملي العلاج حتى لو بدا بسيطا مع حد متقن فاهم كويس، وأثبت كده وأسأل على حد كويس أتابع معاه مع الحاجات المهمة اللي أنا أحتاج لها. لازم الإنسان دايما يكون في دائرة الذكر، الذكر مع حضور القلب. هاجمني الوسواس ده، المفترض أنه ده بيهاجم النفوس المؤمنة مش بيهاجم النفوس الضعيفة، يقعد بقى يدخل بقى في قضايا خاصة بالذات الإلهية، وبقى ربما ناس تدخل في قضايا فكرية وناس تدخل في قضايا فيها إساءة، فهو ده داير جوه نفسه. وأنا على طول أول ما بتجيلي بستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إحنا مفترض لما نصحى بعد صلاة الفجر أشهد صلاة الفجر حاضرة وأقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، 3 مرات كل سورة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين أنا أصليت، ده مبدأ النهار. أثناء اليوم يا سلام لو أنا مع كل فرد أنا بأديه أبتدي أذكر الله بعد كل صلاة، ويا جميل جدا لو يكون لي قدر من القرآن أقرأه قدر المستطاع، ده نوع برضو من العلاج الإنسان بيلجأ له مع الالتماس الأسباب الأخرى، لأن ده شيء مهم جدا. إن أنا مع الذكر كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، كثرة لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ده من الحاجات المهمة جدا بتعين النفس الإنسانية. والدعاء إنه يا رب اشفيني مما أنا فيه، نجيني من هذه الوساوس، أعوذ بك من هذه الوساوس، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون، أعوذ بك يا مولانا من كل ما يشوش علي خاطري ويشوش علي يقيني فيك. اللهم ثبتني على الإيمان، ثبتني على اليقين. وهكذا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. أنا بعمل ده وفي نفس الوقت أنا بكمل علاجي مع الطبيب. وهرجع تاني أقول الاضطراب النفسي، أي ضغط نفسي، حالة نفسية الإنسان بقى فيها زي الحالة الجسدية الإعيائية اللي ممكن تصيب الإنسان، أنا ممكن زي ما بعيا جسديا أعيا نفسيا، ده وارد جدا، وبالذات لما يعني بتكتر الضغوط على الإنسان. بيوزنها كثرة الذكر، كثرة الذكر، كثرة الذكر، ومن ضمنه أنا أدعو الله سبحانه وتعالى بأنه يرفع ما أصابني مما أنا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشرح صدر حضرتك، لكن أرجو أن حضرتك تكملي العلاج بتاعك بتروي يا صاحبة السؤال.